السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بكم في شرح جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة جديدة لقفل الهاتف بدون بصمة أو نمط، وتحدى أي من أصدقائك إنه يفتح الهاتف بتاعك. هنخش على الجوجل بلاي زي ما اتعودنا، هنبحث عن اسم التطبيق، اسمه سكرين لوك تايم باسورد. زي ما احنا شايفين سكرين لوك تايم باسورد اهو قدامنا، هنضغط عليه وهنعمل عملية تثبيت لي. انا طبعا ثبته، هعمل له عملية فتح زي ما احنا شايفين. بعد ما افتحه هنبدأ التطبيق اللي قدامنا ده، بيدينا ثلاث اختيارات، اما ان انا اعمل له عملية اختار نوع الكرنت تايم، يعني بمعنى ان انا الباسورد بتاعي مرتبط بالساعة، بالساعة الموجودة على الجهاز. يعني لو الساعة عندي 0756 الساعة 7:56، يبقى الباسورد هيبقى 0756. طب ما ده ممكن حد يتوقعه، لا في حاجات اضافيه ممكن تضيفها، حمايات تانية، وده هنشوفها بعدين. في البين اونلي اللي هو عن طريق الرقم العادي، وفي البين والتايم اللي هو الرقم باسورد والوقت. احنا هنشرح هنا الكرنت تايم اللي هندوس عليه دلوقتي ونبدا شرحه، هنشوف اختياراته والدنيا ماشيه في ازاي. طيب في بيقول لك ان انا اقدر اد مينت بريست، يعني ايه؟ يعني ان انا اقدر اختار ده وانقص دقيقتين. يعني لو الوقت 0757 يبقى انا انقص دقيقتين، يبقى الباسورد هيبقى 0755، يعني 57 ناقص 2 ناقص دقيقتين هيبقى 55. او ان انا مثلا اعمل بان انا اضيف بلس، اضيف 2 دقيقة. يعني لو الساعة دلوقتي 0757 يبقى الباسورد هيبقى 0759. ضفت على الساعة 57 اللي هما الدقيقتين، ضفت عليهم 2 بقوا 59. وليكن انا هشتغل بالاضافه بالبلس، اختار بلس، ولكن انا هختار هنا 10 دقائق، هختار اضافه 10، اختار اي حاجه من دول، او يبقى بس على الساعه بالظبط، ولكن انا هختار هنا 10 دقائق افضل. هقول له 10 minutes، بمعنى لو الساعه دلوقتي 0785 احط 10 دقائق اضافيه، هي تبقى الساعه 8 و8 دقائق، 8 و 8 دقايق. انا اخترت 10 minutes اضافي بالظبط كده. بيقول لي دلوقتي لو الساعه دلوقتي 0758 دقيقه بلس 10، هيبقى الباسورد بتاعي 0808، لان انا ضفت 10 على ال 58 بقت طبعا 60، 2 الدقيقه 60 دقيقه راحوا، وبعد كده في 8 دقايق بعدها. ممكن ان انا اضيف بين كود كمان، ان انا اضيف رقم سري، ولكن انا هقول له لا، هقول له اوكي على كده، وهقول له طيب. في برضه سكيورتي كود، ده الحفظ الايه برضه الامان عندك، ولكن انا هختار اي حاجه من دول. مثلا انا هختار افضل اللون المفضل ليك مثلا، وهكتب اللون اللي انا عاوزه، وليكن مثلا بلاش احط مثلا يعني احنا بنجرب، نقول له اوكي تمام. في طبعا اضافات جميلة جدا 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 في التطبيق، ان انا اقدر اعمله. انا خلاص اضفت اللوك سكرين تمام، والكرنت تايم اضافي لل 10 دقايق، طبعا بين مش موجود تمام. طبعا في حاجات للنسخة المدفوعة، ولكن اقدر اغير من هنا السكيورتي تشينج سكيورتي كويشن، هنا السؤال السري اللي انا عملته اللي انا لسه عامله دلوقتي تمام، لكن انا مش هغيره، وهنجربه دلوقتي حالا على الجهاز معانا. ده من اجمل الحاجات الجديده اللي شفتها في عمليه قفل الهواتف بدون بصمه. ونتابع دلوقتي عمليه الفتح ليه بكل سهوله. هنجرب دلوقتي الفتح ليه كده. اها، طلب مني باسورد. طيب الباسورد عندي ان الساعه دلوقتي 0801، انا حاطط 10 دقائق، يبقى المفروض 0811 دقيقه زائد 10 دقائق اللي انا حاططها. يبقى لو انا مثلا جربت 0801 هيقول لي ايه؟ غلط، ما خش معاك. طب لو انا قلت بقى الصح اللي هو 0811 هيفتح معايا تمام، ممتاز. لو انا نسيت الباسورد طبعا بنضغط على فورجيت باسورد اللي كانت موجوده في شاشه القفل، وبنقول له السؤال السري اللي هو مثلا كنت حاطه لونك المفضل والاجابه بتاعته، وبكده نقدر بكل سهوله نحصل على
لو في اي استفسار اتمنى اشوفها في التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمله مشاركه، لو عاوز تفيد بيه غيرك اعمله مشاركه، لو عجبك اعمله لايك، لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكونوا مشتركين معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.